السلام عليكم شباب، معكم علي تاكو جيمر جلتش اكس بي جديد. طيب شلون الجلتش نسوي؟ هلا اشرح لكم يا شباب، بس قبل ما نبدا لايك اشتراك كود الايتم شوب الله يسعدكم A19 قبل ما تشتري شيء من المتجر. المهم حاب اوضح شغله قبل ما ابدا، انا دخلت على الحساب هذا مو ملفل ابدا بهذا الموسم عشان اتاكد انه هل الجلتشات عم جيبها قويه ولا لا، لانه مثلا مثل ما شفتوا بحسابي انا وصل ليفل 100 واكثر من 100، حتى 103 104، فمشان هيك انه قلت خليني اجرب بحساب فاضي ممكن الجلتشات تطلع عليه قويه. فطبعا هذا هو كود الماب 8058479108060. نضغط اوكي بيطلع لنا هذا الماب، نلعب هيك ونحط، طبعا نتاكد انه تكون خاصه، ويلا نحط ريدي. اوكي شباب، هاي دخلنا على الماب، طبعا دغري نجري لهنيك عند الرفت. طبعا طالما عم يعطينا اكس بي معناتها جلتش شغال مثل ما كم شايفين، عشان ما حدا يجي يكتب لي ما في ازرار ما في اشياء. شباب طالما الاكس بي عم يطلع قدامكم هيك وانت عم تتحرك والجلتش شغال، بس هاي هي. فيلا نتحرك، هون مكتوب عليها فورم تقدر تدخل. طيب وكمان في عندكم في حيكون في انتظار، بس تقدر مثلا اذا انت طفشان تقدر تاخذ اي سلاح تجلدهم. شوفوا بيعطيكم اكس بي، ما علينا احنا هلأ، علينا هلأ نروح ندخل. طبعا مفروض يا اما هاي جهة يا اما هذيك، فالمهم انه تجي ترقص مفروض اي رقصة بينقلك لهون. بعد ما ينقلك حيقلك استنى لمدة 15 دقيقة. طيب لما تخلص 15 دقيقة يا شباب راح ارجع لكم. اوكي شباب هلأ خلص عنا الوقت، كلي عليكم كنت تجي تحطوا الباسبورد هون اللي هو 7، تمام. بعدين الرقم الثاني حيكون 3، الرقم الثالث حيكون 6، بعدين بتيجي بتضغط على هون، بعدين بيعطيك رسالة انه خلاص تم تشغيل الاكس بي. كل اللي عليك انك تيجي تضغط على ستارت عشان يبدأ الاي اف كي اكس بي. ومثل ما كم شايفين بلش يعد معنا. خلينا ناخد جلابلر، خلينا نشوف هلا بما اني بحساب جديد هل يعطينا اكس بي ولا لا. فطيب هلا اول ما تيجي ترسب من هون يا شباب، بس تيجي تحدد هيك هون اول مبنى تراكم شايفين، تروح تضغط عليه بتلاقوا هون الزر هون بهذا المكان هيك شيء، ايوه مثل ما كم شايفين، وبدا يعد الاكس بي. وطبعا ما بعرف اذا حيعجيني كثير ولا لا، انا هذا الحساب ما لعبت فيه ابدا بهذا السيزن، ف اجاني ما اجاني، بس هي عباره عن تجربه مشان اذا مثلا المابات هاي ما عم تجيب اكس بي كثير مشان نشوف مابات افضل. مثل ما كم شايفين حاليا باول زر اجاني 50,000 اكس بي، خلونا نشوف لحد قديش ممكن يوصل، وصل 60,000. طيب شباب هلا في احنا هون بنفس المكان، اول ما ترسبنوا كل عندكم هون، بس تمشي لهون هيك عرفت علي، تمجي وبتلاقي زر ثاني هون. ومثل ما كم شايفين قربنا نوصل 70,000 ولسه ما ضغطنا غير زر واحد، وهذا يعني انه فعلا تفرق من حساب للثاني. وهي ضغطنا على الزر الثاني يا شباب، ومثل ما كم شايفين هاي 82,000 اكس بي، 90,000، 92,000 مثل ما كم شايفين، وهي تخطينا ال 100,000 اكس بي. فصراحة شيء خرافي مثل ما كم شايفين. طيب هاي 120,000 تقريبا يا شباب، فنروح على الزر الثالث واللي هو هون راح تلاقوه يا شباب مثل ما كم شايفين. بهيك مكان مثل ما كم شايفين هون، نضغط عليه وببلش يعد معنا اكس بي كمان، راح يضل يعد مثل ما كم شايفين، ممكن يوصل 130. يلا اللي يزيد نضل نعمل هيك اشياء حركات بناء لحد ما يوقف مثل ما كم شايفين. وصل معنا لل 150,000 مثل ما كم شايفين. وانتو شباب حسب، ممكن يجيكم اكثر ممكن يجيكم اقل، عاد حسب قديش وصلتوا انتو. احنا هلا اول زر ضغطنا هون، الثاني هنيك ورا، الثالث كان هون يا شباب، هلا الرابع حتلاقوه هون، نروح عليه بسرعة. مثل ما كم شايفين احنا دخلنا على 172,000 اكس بي، 73 هي 175 يا شباب. ماشي هلا هون الزر اللي بعده هم تلاقوا اكس بي مثل ما كم شايفين، ونضغط عليه ونشوف قديش حيصير معنا اكس بي. صار هلا 182,000، 183، 184 مثل ما كم شايفين، لسه في معنا الزر اخير، بس خلونا نشوف هل بيوصل لل 200 قبل ما نضغط عليه ولا لا. اوكي شباب مثل ما كم شايفين تقريبا وصلنا لل 200,000 اكس بي. طبعا باقي لنا زر واحد يا شباب اللي هو هنيك تقريبا،
تمام بنروح عليه ونشوف كم حيوصلنا. نمشي لهون مثل ما كم شايفين حتلاقوا اخر زر هون عند الاي تي ام، تضغطوا عليه وهيك بتكون ضغطنا على جميع الازرار. وبتضل طبعا بتضل فتره بالماب بعد ما تضغط الزر الاخير، ممكن يوصلك ل 220 ل 230 الف. طبعا من شخص لشخص مثل ما حكيت لكم يختلف كميه الاكس بي. انت جرب الجلتش يا اسطوره، لو جاك اكس بي كثير اكتب لنا تحت بالكومنتات كم اجاك، جاك 100 الف، جاك 200 الف، جاك اكثر، بس اكتب لي تحت بالكومنتات وفيد الناس اللي تحت وقول لهم انه فعلا الجلتش شغال. وبس يا شباب وصلنا لنهايه المقطع، لايك واشتراك بالقناه ولا تنسوا تصلوا على النبي، وكود الايتم شوب الله يسعدكم A19، ويلا بيس اوت.